السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناتي باك تي في. إذا اليوم راح نحل تمرين في الوحدة الأولى اللي هي المتابعة الزمنية للتحول الكيميائي. طبعا اليوم راح نحل تمرين شامل اللي هو باك 2012 علوم شعبة علوم تجريبية. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كما قلت لكم تابوني ولي قبل ما نبدا تابوني ولي في الانستغرام تاعي باك تي في 2021 صوره بحر. راح تلقاو فيه ملخصات تاع جميع المواد لمساعدتكم للاستفاده. طبعا فيما يخص شبه علوم تجريبيه فيه يعني جميع المواد ملخصات جد رائعه. كذلك ما تنساوش تشاركوا لي في القناة على الضغط على زر أبوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد أنا ننزله لكم إن شاء الله. طبعا نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ كما قلت لكم قراءة التمرين قراءة جيدة. تمي راح نحطه لكم صورة في بداية الفيديو. تقدروا تحبسوا التمرين وتحلوا بعد تشوفوا الحل معاي وتقدروا تحلوا معاي. إذا نبدأ لدراسة تطور التفاعل الحادث بين محلول حمض الأوكزاليك اللي هو H2C2O4 ومحلول بيكرومات البوتاسيوم 2K+ + Cl2O7-2 بدلالة الزمن. حضرنا مزيجا تفاعليا يحتوي على حجم V1 يساوي 100 مليلتر من محلول حمض الأوكزاليك. نعم الذي تركيزه المولي اللي هو C1 تساوي 3 في 10 قوة ناقص 2 مول على لتر وحجم V1 تساوي 100 مليلتر من محلول بيكرومات عفوا البوتاسيوم الذي تركيزه المولي C2 تساوي 0.8 في 10 قوة ناقص 2 مول على لتر وبضع قطرات من حمض الكبريت المركز. إذا نتائج تطور المزيج التفاعلي من خلال معايرة شوارد الكروم Cr3+ المتشكلة بدلالة الزمن. فنحصل على المنحنى البياني اللي هو في الشكل واحد كما راكم تشوفوا هذا اللي هو المنحنى البياني. نعم نعم نحصل على كما قلت لكم نحصل على المنحنى البياني في الشكل واحد الذي يمثل تطور التركيز المولي لشوارد الكروم Cr3+ بدلالة الزمن T. السؤال رقم واحد واش قال لنا كيف نصنف هذا التفاعل من حيث مدة استغراقه. بما انه في نص التمرين كما قلت لكم دائما في التمرين نقرأ نص التمرين بتمعن وتركيز بنا قدر نجاوبوا على الأسئلة اللي هي مثلا تاع التعريف ليش على فهمة يعني حتى تاع الحسابات لازم تفهم واش عطالك وتركز مليح مع المعطيات ومع نص التمرين شكون تفاعل مع شكون ويعني حابة دلو ديرو اكتي ورقة وسخ تبينوا لرواحيكم انتوما تشرحوا مع يعني مع نفسكم واش صرا كيف تفاعل مع من مع من وهك وهك باش يعني تقدروا تحلوا التمرين بتركيز اكثر واكثر وتعرفوا تجاوبوا يعني بسهولة. اذا هو واش قال لي هذا التفاعل تابعناه قال لي نتابع تطور المزيج هذا التفاعل تابعناه خلال معايرة شوارد الكروم بدلالة الزمن. هو ما حددش ليه التفاعل هذا ليس سريع لأنه نحن تابعناه دلالة الزمن وبالتالي فهو تفاعل بطيء نصنفه من حيث مدة استغراقه أنه تفاعل بطيء كما راكم تشوفوا المنحنى بدلالة الزمن يعني شوفوا كيف استغرق فترة تابعناه يعني فترة زمنية وبالتالي هو استغرق فترة طويلة خلينا نقوله وبالتالي هو تفاعل نصنف التفاعل من حيث مدة استغراقه تفاعل بطيء. نعم اذا نكملوا واش قال لنا من بعد. اذا قلت لكم بما انه حنايا كنا تابعناه بالزمن يعني استغرقنا وقت حنا نتبعوا فيه وبالتالي لا نعتبره سريعا نعتبر هذا التفاعل نعتبره بطيئا.
وش قال لي السؤال الثاني؟ قال لي اعتمادا على المعطيات والمنحنى البياني، اكمل جدول التقدم المميز لهذا التفاعل. هو عطيت جدول التقدم وانا راح نكمله لكم. راح نرسم جدول التقدم بعد نرجع لكم. كما راكم تشوفوا درنا جدول التقدم المعادله، الحاله التقدم ابتدائيه انتقاليه نهائيه، كميه الماده تاع هذا وهذا ناقص معامل السيكيومتري، نفس الشيء هذا طبعا اش بليس والاش 2 او بوفره دائما، اش بليس دائما بزياده. نعم جدول التقدم هو اسهل حاجه، وهنا في الثمين عاول كما نعطاه لكم واجد فاض، فقط تملؤونه هو تملؤونه. نعم كذلك ما ننساوش نحسبوا كميه الماده اللي هي تاع الان تاع سي ار 2 او 7 ناقص 2 كانت كميه الماده تاعو وانا حسبتها 0.8 مول، وتاع اش 2 او اش 2 سي 2 او 4 كانت 3 مول. يعني نقدروا هنايا نحطوا هنايا 8 وهنايا 3. نعم هنا نقول متى نقول هنايا 3 ناقص 3 اكس تي 8 ناقص اكس تي، يعني تقدروا تعوضوا كميه الماده بهادو هامي لقيتيوهم. بما انهم هادو الزوج اعتبروا محاليل فكميه الماده تاعهم حسب القانون تقول تاع المحلول كميه الماده تاع المحلول السائل كميه الماده تاعو راح تكون سي في في، بينما اذا كان سوليد راح تكون ام صغيره على ام الكبيره، ولا كان غاز الى اخره. المهم دوك انا حسبت كميه الماده درجة جدول التقدم فضينا. واش قال لي السؤال اللي بعده؟ قال لي انقل جدول ورقة الإجابة نقلناه. قال لي هل التفاعل تام أم غير تام ولماذا؟ كيف نعرف لكان التفاعل كان تام أو غير تام؟ شكون يقول لي؟ نعم بهنا عرفوا التفاعل تام أو غير تام يجب علينا لكان نلقاو المتفاعل الموحد، يعني إيجاد المتفاعل الموحد. لكن كان عندنا متفاعل موحد واحد من هادو الزوز، يا إما أش 2 سي 2 أو 4 أو سي آر 2 أو ناقص 2 7 واحد فيهم يكون متفاعل موحد، نثبتو بلي التفاعل راهو تام. يعني بهنا عارفوا اسكو قلت لكم التفاعل تام ولا لا، لازم نثبتوا بلي واحد من هذوك الزوز يعتبر متفاعل موحد. نعم اذا حنايا كما راكم تشوفوا معي ايجاد المتفاعل الموحد، قلت نفرض ان اش 2 سي 2 او 4 متفاعل موحد، كميه الماده ناقص 3 اكس ماكس. المتفاعل الموحد ديما في الحاله النهائيه الاكس ماكس اللي هو الاكس ماكس الاقل هو المتفاعل الموحد، اللي عنده اكس ماكس تاعو اقل من الثاني هو المتفاعل الموحد. اكس ماكس هنا 3 على 3 كميه الماده تاعو عقلناها 3 مول، لان 3 على 3 يساوي 1 مول. نفرض ان سي ار 2 او 7 ناقص 2 متفاعل موحد، كميه الماده تاعو ناقص اكس ماكس مع مسكم تاعو 1 في جدول التقدم. طبعا كيما قلت لكم اكس ماكس تشوفوا على الحاله النهائيه، واكس فينال تساوي اكس ماكس نفسها في الوحده الاولى. نعم هكا فرق بيناتهم. نعم لقيت الاكس ماكس تاعو 0.8 مول، وبالتالي 0.8 اقل من واحد، يعني هذا هو المتفاعل الموحد. سي ار 2 او ناقص 2 7 هو المتفاعل الموحد، ومنه التفاعل تام لانه عندي متفاعل موحد، وبالتالي التفاعل تاعي راهو تام. هنايا انا بكري قلت لكم هذه كميه الماده تاعو نعم 0.8، وهنايا 3 0.8 ناقص اكس تي 3 ناقص 3 اكس تي، هنايا 3 ناقص 3 اكس فينال 0.8 ناقص اكس فينال. يعني تقدروا تعوضوها بكميات المادة لانكم نتوما هنا حسبتي وقتكم، لازم ديما تحسب بكميات المادة بغا ما يقول لكمش، تعوضوها بجدول التقدم. نعم تقدروا ديروا رمز ان واحد وان اثنين. نعم دركا واش قال لي؟ دركا قال لي عرف لي زمن نصف التفاعل اللي هو تي ان دو مي. تعريف هو المدة الزمنية، نعم هو المدة الزمنية التي يستغرقها التفاعل ليصبح تقدم التفاعل مساوي نصف قيمته الأعظمية.
هذا التعريف تاع تي ان 2 تعريف شامل، ولازم تحفظوا التعاريف في الفيزياء، يعني كل الوحدات في الفيزياء فيها تعاريف، ليست فقط الوحده الاولى. والتعاريف يعني حاجه مهمه جدا، وعليهم كيما نقولوها نقطه ويعاونوك تلم فهم النقاط في السوجي، يعني على الاقل باش تديو علامه مقدوده. لازم يعني تحفظوا التعريف وتحفظوا القوانين وتحفظوا التحويلات، انه شيء مهم مهم مهم. ديما نهضر ونعاود نهضر دائما وابدا. من بعد واش قال لي؟ قال لي عرف قلنا زمن نصف التفاعل، ثم حدد قيمته بيانيا، يعني من البيان اللي عطاوه لي نعينه ونقدره قيمته. هذا اللي بسمه زمن نصف التفاعل. حنا يروحوا للبيان، نثبت فقط. نعم، البيان هو السي ار 3 بلس بداية الزمن. الاكس ماكس دائما هو اكس ماكس ان دوميس، الاكس ماكس هي 2. الاكس ماكس هنا قد ايه؟ 4. هنا يا 4 عظام، يا 4 على 2، نعم 8. كما راكم تشوفوا 2 4 6 8، يعني 8. نعم اكس ماكس يعني 8. نرسم لكم باش يعني تفهموا عليا اكثر. جاي هاك البيان، هنايا 8، هنا كانت 8، نصف تاعها 4 تي ان دو ميكس ناقص 2. كي نسقطو نلقاوها 8، نهبطو 4 نسقطو على الزمن نلقاوها 2، نلقاوها 4 سكوند. نعم اذا الاكس ماكس الاعظميه كانت 8. هو تي ان دو مي كما قلت لكم هو المده الزمنيه يسترقها التفاعل يصبح تقدم التفاعل، اللي هو الاكس اللي تقدم التفاعل مساوي نصف قيمته الاعظميه. هذا تقدم تاع التفاعل كان قد 8، النصف القيمتي الاعظميه الاعظمي هو 8، اكس ماكس 8 من البيان. نصف تاعو هو 4، نعينو حنا على 4 ونسقطوها على الزمن. الزمن طاحت ناتي تساوي 4 سكوند، وبالتالي تي ان دومي هو 4 سكوند. نعاود، عندنا اكس ماكس الاعظمية كانت 8، النصف تاعها وقلنا نصف قيمته الاعظمية، نصف تاعها كان 4، نسقطوه على البيان على الزمن اللي هو البيان لحوار الفواصل الزمن، قيناه 4 سكوند. تي ان دومي تساوي 4 سكوند. السؤال اللي بعده قال لي عرف لي السرعة الحجمية. السرعة الحجمية هي مقدار تغير التفاعل بالنسبة للزمن في واحد لتر من الوسط التفاعلي. كذلك هذا تعبير شامل وكامل، لازم تحفظوه كما راه، ما تزيدو ما تنقصو. بصح راح نعطيكم واحد النقطة هكا مهمة جدا، كيقول لكم عرفوا لي على مثلا سرعة، ولا على مثلا سرعة التفاعل، سرعة الحجمية، ولا هكا نعم هكا دوها مصفروعات، ولا لازم انتم ما تعرفوهم لو بالكتابة وتذكروا القانون تاعهم. ذكر القانون كذلك تنقط عليه نصف على التعريف ونصف على القانون. في فولت تساوي واحد على في، في دي اكس على دي لي تي. واش قال لي دوك اللي بعده؟ قال لي القاها لي بدات التركيز، لو سمو تركيز تاع سي ار 3 بليس. اذا اول حاجه نديرو القانون تاع هذه الفيفو، نعاودو هي اثبات علاقه تسمى. نخرجوا لو فيفول بدلاله هذاك التركيز. اول حاجه قانون تاع الفيفول الشهير اللي هو هذا عندي، وباستغلال قانون جدول التقدم. نعم شوفوا معنا جدول التقدم، نحطوه هنا مقابلنا. نعم وش عندي القانون؟ هاو عندي درك انا لازمني
ندير هادي هو القانون تاع السرعه الحجميه، نديرو وندير فيه التركيز اللي هو سي ار 3 بلس. اول حاجه سي ار 3 بلس فيني في جدول التقدم. نعم هي ها هي سي ار 3 بلس، الحاله الانتقاليه دائما العلاقات من جدول التقدم الحاله الانتقاليه 2 اكس تي. نروح انا واش ندير، انا عندي كميه الماده تاع اي تركيب تاع اي تاع يعني فرز كيميائي هو سي في في كيعود محلول. نعم تسمى الان تاع سي ار 3 بلس هو التركيز سي يو في الفي، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ نعم. درك انا من جدول التقدم هذه هاهي الان سي ار 3 بلس تساوي 2 اكس تي، تسمى سي ار 3 بلس هذه في الفي تساوي 2 اكس تي، لانه نعم فهمتي با هذه ان سي ار 3 هي هذه وهذه وشي هذه مش دول التقدم هي 2 اكس تي، تسمع وجب 2 اكس تي صح ولا لا؟ نعم. اذا هذه مش دول التقدم مش بتهدي من القانون، يعني حتى حجزتها من عندي، عندي الان تاع المحلول تساوي سي في في، سي عوضتها بالتركيز هذا سي ا ترابس ان تي سي ا ترابس في الفي، الان هذه مش دول التقدم هي 2 اكس تي عوض. نعم نخرج الاكس تي واش تساوي من العباره هذه، اكس تي تساوي هنا 2، انا كي نقول هذا الطرف اليمين هي نعم باش ما تغلطوش ندير لكم بالتفصيل باه ما تقوليش ما نخرجتي هذه وهذه. نعم دوك اكس تي واش تساوي، هذه كانت في تولي على تسمى 1 على 2 في سي ار 3 بلس في الفي، صح ولا لا؟ نعم. وبالتالي هذه هي الاكس تي، بسيطة جدا ما درت حتى حاجة من عندي، كل شيء مش دول التقدم من القوانين اللي انا حافظتها يعني مكتبات قبلية. نعم دركا انا نحطها في العبارة تاع السرعة الحجمية، في فول واحد على في في دي ديكس ليتي هي واحد على اتنين في 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 التركيز سي اتر وابليس على دي ليتي. دركا انا نخرج هادي ونخلي ديليتي هادي هاهي مع التركيز هادي نخرجها وباش تروح لي هادي مع هادي، صح ولا لا؟ خرجت واحد على اثنين في في خرجتها من القوس، ومن بعد درت واحد على اثنين في 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 ديلي هادي على دي لي سي ار 3 بلس على ديليتي تروح لي الفي مع الفي واش تقعد لي، يلا يا شطار تقعد لي واحد على اثنين في دي تركيز على سي ار 3 بلس على دي ليتي. شي جاش مخربشة ولكن واضحة يعني. نعم هذه هي صراحة جميع بدلالات التركيز سي ار 3 بلس. دركا تروحوا من البيان تحسبوا له السرعة الحجمية من البيان عند تي تساوي صفر. انا واش خرجت عند تي تساوي زيرو، عند الزيرو عند تي تساوي صفر، واحد على اثنين في ثمانية وستة، صفر مع الزيرو وثمانية مع الستة، زيرو زيرو هذيك ونحيتها جاتني صفر فاصل ستمية وسبعة وستين مول في السكوند أس ناقص واحد على اللتر. نعم الأخرى في فول عند تي تساوي ثمانية على ما أظن، ثمانية أنا ديت ستة مع ثمانية، ثمانية سكوند مع ستة وديت صفر سكوند مع ثلاثة، لقيتها صفر فاصل مية وسبعة وثمانين ميلي مول كذلك، نعم ميلي مولا ميلي مول في السكوند أس ناقص واحد على اللتر. نعم لكن انتما لقيتيوها اقل مني بشوي او اكثر مني بشوي تاع فقط عادي، هو في البكالوريا حيعطيك المجال. نعم فقط تجهز نقاط عادي، دير الماماس عطالك عند الزيرو دير الماماس عند الزيرو وتدي زيرو نقطة خلاف، زيت عاود تدي نقطة خلاف من الماماس ومع نقطة خلاف من المحور مثلا تاع التراتيب. نعم نفس الشيء عند تشمية دير الماماس عند تشمية وتدي نقطتين نقطتين،
فقط سهله جدا من البيان. درتها كي قداها المره وتعلمنا لها روحو اكيد الطريقه كيعطيك لكم طريقه باش يعني تربحوا الوقت. تضربوا في السلم وفي السلم في السلم تضربوا في السلم يعني تحس بالمربعات وتضربوا في السلم. هذه كذلك طريقه جد وسهله تربحوا فيها الوقت. نعم كما راكم تشوفوها من قلت لي ديت كل واحد والنقاط اللي يدي بصح ديما تبقى كما قلت لكم النتائج في الاخر تاع السروعات يعطيكم اكيد في البكالوريا مجال ما بين وما بين يعني هما يساعدوك ما حش يقول لك يعني ديرها بالسيف بصح بشرطه بشرط لا كان يعطي لك احيانا ما يقولكش انه احيانا يمد لك الماماس من عنده كي يعطيك الماماس من عنده يكون ساعدك سمنتي لازم تدير دقيق بينما كي ما يمدكش الماماس من عنده تقدر يعطيك هو مجال ويساعدك في النتائج بينما كي تعود انت يعني الماماس هو درهولك هنا نورمالمون نتوما تكونوا دقيقين في الحساب وما تغلطوش. التفسير المجهري لمست ناقص سرعة التفاعل بسبب واش عندما تناقص تركيز المتفاعلات عند تناقص نعم عند تناقص تركيز المتفاعلات يعود إلى تناقص التصادمات الفعالة وبالتالي تناقص سرعة التفاعل. هذا هو التفسير المجهري يعني كي تتناقص تركيز المتفاعلات تتناقص التصادمات الفعالة وبالتالي تتناقص لنا سرعة التفاعل. هذا هو التفسير المجهري أو سبب تناقص في سرعة التفاعل. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا هذا التمرين كان جد بسيط تعلمنا فيه جدول التقدم. نعم تعلمنا كيف نصنف التفاعلات البطيئة يعني تابعناه بالزمن وبالتالي نعتبره من تصنف بطيء. هنا يحسبنا كمية المادة جدو بسيطة تعدو الزيماني إيجاد المتفاعل الموحد لكن كاين المتفاعل الموحد وبالتالي حيكون تفاعل تام. تعرف دي أندومي كيف نلقاوه من البيان يعني عاود توصلت لكم عشوائيا هنا باش نوضح لكم أكثر. دي أندومي 4 سكوند كذلك شفنا هنا السرعة الحجمية والتعريف تاعها العبارات تاعها كيف نديرو تاع التركيز بالعبارات تاع السرعة الحجمية من البيان كيف نديرو النقاط. طبعا انا بالتفصيل ممل شوفوا في الفيديوهات تاع الغاز المثالي واول تمرين في الوحدة الاولى درت لكم بالتفصيل الممل دوكا ما نبقاش ديما نعاود لكم بالتفصيل الممل باش نربحوا الوقت. راح نقول لكم باك النقاط اللي ديت انا واش نتجي لقيتها وكيف القانون بينما تاع البيان كي درت لكم عليهم في زوز فيديوهات او ثلاثه من قبل فروحوا شوفوا الفيديو تحت تفهموا اكثر. التفسير المجهري دائما سبب التناقص يعني تناقص التركيز وبالتالي تناقص التصادمات الفعالة تناقص التصادمات الفعالة وبالتالي تناقص سرعة التفاعل. ان شاء الله اكيد كنتي استوعبتي معي هذا التمرين وفهمناه مع بعضنا البعض. باقي ممكن فيديو فقط في الفيزياء فيما يخص الوحده الاولى وننتقل للوحده الثانيه. انا نظن عن نفسي درنا الوحده الاولى وش منها من قوانين من تعريفات من مراجعات من مكتسبات قبليه من تمارين كان شرح مفصل. الوحده الاولى نظن بقى فقط يعني فيها فيديو واحد مع بعضنا وننتقل للوحده الاولى اللي هي تحولات نوويه يعني تاع النووي. اذا ان شاء الله انتظروني في الفيديو القادم حندو اكيد اللغه العربيه درس في القواعد. نتمنى اكيد كنتي استوعبتي هذا التمرين في الفيزياء. ما تنساوش تشتركوا لي في القناه على الضغط على زر ابوني وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل شيء جديد انا ننزله لكم ان شاء الله. ونقول لكم ابوني ولي على انستغرام تي عيباك تي في 2021 فيه ملخصات جد رائعة. كذلك نطلب منكم تبارطاجيو هذا الفيديو لكامل اصدقائكم وزملائكم اللي في البكالوريا وتكومونتيو لي عليه كذلك تتركوا يعني اثر يعني كما تشوفوا الفيديو تخرجوا فقط تتركوا لي اثر في الكومونتير اذا اعجبكم هذا الفيديو ماذا تريدون مش الحاجة اللي حابين نديرها لكم مش الحاجة اللي فاهمينها هل فهمتيو فعلا تمرين او لا. نعم ونقول لكم الى اللقاء ايها الطلبة وشوفوني ان شاء الله في الفيديو القادم. استودعكم الله مع الله هدية تدعو ودائعا. نقول لكم سلام.